تشبه النكش اليماني بالكفوف، وتشبهيني في تفاصيل الظروف. العيون اللي تشوف غير وجهك ما تشوف، والحروف اللي بلساني ما تنادي غير أشوفك كان قلبي يستريح.
الحق يا شيخ، الحق يا شيخ. وش وراك؟ أبو السعد دفن ولده مطر وترك الديرة. وش هالقول؟ وين راح؟ والله ما أدري يا شيخ، والله ما أدري، لكن وكاد إنه ناوى على شيء. واخيرا صحيتي، صار لي زمان نايمة. امي وين؟ مدري، طلعت من الامس وما عاودت. شلون يعني ما عاودت؟ وين راحت؟ مدري وين رايحة. وين بدك تروحين زينة؟ الله يجيرني من هالبلاوي، انا اللي جبتها لروحي بعد اللي سواه بيهم الصاطي. ديرة الشيخ ماجد والشيخ سهيل، الجميع راضين بشورك يا الشيخ، وحاضرين لجل يكونوا يد واحدة بوجه الصاطي ورجاله. وأنا بعد خذيت كلمة من الشيخ مطلق، وكاد العربان كلها ضاقت بفعل الصاطي. المهم الحين شلون نصل له؟ هذه خلوها الوقت أعلمكم بيها. يا ساتر. يا شيخ جيتك واشتكي لك من الهم، داخل عليك وبيد الحق مطلوب. أمسى مطر مقتول نزاف للدم، متعب لفاف سيف بيدي مسحوق، ودنا عليه بفزعة الخال والعم، ولاظن حقي عند الأجواد مسلوق. وانا دخيلك تجلي الضيق والهم، ولا نرد الحق في سيف وحروب. وهذه سالفتي يا الشيخ، بالله ما اريد غير حق عيالي من متعب ولد الشيخ ماجد، والقضوة هي اللي تحكم بيننا وبالحق وهان وبديرتكم. عداك العيب يا ابو سعد، وابشر بعزك. انا تكفل لك ان متعب يجي الهان ويقعد مقعد الحق. ومن الساعة هذه ترى هذه ديرتك، وحنا هلك وربعك. مكثور الخير يا الشيخ، مكثور الخير. ترى انت فارس ولد فارس، وكلمتك مسموعة بين العربان كلها. ما عليك زود. يا زينك يا حلاتك، والله وللت بعد صبر سنين يا الصاطي. علميني يا مزيونة، وش اسمك؟ ابعد عني، مالك شغل بيا. أبعد عنك شلون؟ شلون أبعد عن الرموش اللي ذبحتني بسهامها، والعيون اللي مكحلة بعد ما لقيتها؟ أقول لك اتركني يا الخسيس. لا 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 لا، هذا الهرج ما ينفع مع الصغطي. أزعل يا مزيونة. إيش تسوي هان يا شيخ؟ ولا شيء، أعلم حرمتي شلون تهرج مع الشيخ. ماني حرمتك، ولا بعمري أكون لو على موتي. زي الأيام بيننا نشوف. إيه، أنت اللي ودك تشوف من يجيك عمي الشيخ ماجد ويخليك تطلب الموت ما تلقاه. ليه؟
وماجد عمك؟ إيه عمي، وأنا نجود أخت الفارس جسار. أنا أقول يا شيخ تعوفها، دامنها ما هي بنت الشيخ ماجد، وش خايتك منها؟ نوف، هذا الشيء يخصني أنا ما يخصك. يوبا أقول لك دورت عليها بكل مكان بالديرة ما لقيتها. يا خوف قلبي تكون مصدق راحت تدور على متعب. هذا أمك حسايف، كل شيء يطلع منها. روحي روح على الحرم. قوك يا شيخ. وين متعب؟ ما له أثر يا شيخ. الحق عم الشيخ. وش وراك انت بعد؟ يقولون يا عم الشيخ إن معيوفة الدخيل انهزم من الديرة. ويش؟ وش اللي يصير بالديرة؟ وش المصايب اللي تيجي براسي واحدة ورا الثانية؟ وش اللي يصير؟ اسمع، روح على بيت عمك سلطان خليه يجيني بالحال بساعة. على امرك يا عمي. رداد عندك يا شيخ. ودي اطلب منك طلب، ومريد أحد بالديرة كلها يدري بيه. عصا كلمة عصاك يا شيخ، قول وانا بطوع عمرك. فهمت وش اللي ودك تسويه يا نهير؟ لا تشيل هم يا شيخ، سلم عليك. بأمان الله. وش أخرك يا صاطي؟ معقول يكون غدر بي ونساني؟ وليلى الغدر من يومه طبع بي. والقهوة بدلالها ومن نارها لشيخنا أحلى عريش. تفضل يا شيخ. صحة وعافية. عشت. من قال عاش. صحة صحة وهنا. أقول يا شيخ، أنت ليه خذيت الخوة من كل العربان إلا من ديرة غياث؟ غياث يا خاطر يلزم تدبير ثاني، لكن اصبر علي جايه هالدور. الله يقويك يا شيخ. سبع سبع عريس زينة زينة السباب، زينة السباب عريس زينة، عريس زينة زينة السباب.
سايب أبكي حالي واشكي حالي والغالي يطري في بالي. تقول لشيخ غياث أبو سعد له حق عندنا، وما حنا منكرين حقه، وحين يعاود متعب أجيبه بيدي يقعد للحق. بالله إنك ما قصرت يا شيخ، الله يهدي النفوس ويجيب الخير. إي بالله الله يهدي النفوس. من رخصتك يا شيخ. بمان الله. السلام عليكم. مع السلامة. السلام عليكم. الله معك. الله يجهد بلاك يا متعب مثل ما جهدت بلاي. بدك تضل هارب هيك يا متعب. اخ بس لو يقع معيوف بين يدي اكل بسناني اكل. على هونك ما انت متذكرني يا متعب؟ من انت؟ انا نهير من ديرة الشيخ غياث. هلا بديرة الشيخ غياث كلها. هلا براعي الاوله. هلا باخوي. تفضل تفضل يا هلا بك. تفضل. ها علمني وش العلوم عندك؟ العرب كلها تدور عليك. وش يقولون؟ يريدوك تقعد مقعد الحق والشيخ غياث كفيل. ها الشيخ غياث كفيل. هو يلاقي الخير أبو سعد استجار بديرتكم؟ إيه أبو سعد عنا بالديرة. وأقول يا أخوي متعب الأخير لك تسلم روحك. صدقت يا أخوي نهير صدقت. أنا تعبت من الفلا هارب مثل قطع طريق لا له أهل ولا ديرة. صدقت يا ساتر. ويش شغل الشيخ؟ نهير نهير توخر يا جدة. وكاد الشيخ ماجد أكرمه وخلاه يبات عنده. انت غشيم عن كرمه. شلون الضيف؟ بخير هذا هو نايم. وانت لزوم بعد ترتاح يا جدة. تصبح على خير. تلاقي خير.
عم ابو سعد الحق يا الشيخ، حق يا اهل الديره، الحق يا الشيخ. شو صار يا شيخ؟ اللي سواه سواه. متعب متعب ولد ماجد، ذبحني. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله من جهد البلاء، الله يرحمه. متعب يذبح دغيني؟ والله ما تغمض عين غير من جيبك يا متعب. ولا الشيخ خيار. خيار تريث يا ولدي. الله يرحمه. متعب؟ هذا انت يا الخاسي؟ انا الخسيس؟ هذه جزاتي يا متعب. انا ما هان لي انك تهجل حالك، قمت هجيت ولحقت بيك، وتراني من هالساعة خادمك اللي ما يعصاك. هالبايق ما له امان، وانت بقتني والله بعلي سماه أذبحك غير موالعين. بعدين قم قم حضر للزاد. قم اي زين بالحال بالحال. همس وش اللي صابك؟ من اللي سوى بك هيك؟ ساعدني يا اخوي، ودي اعاود للديرة. قم على هونك على هونك. دورت عليها بكل مكان وما لقيتها، ولا لقيت اثر لصاتي ورجاله فسوى ذا الوجه. ويا فين تلبخت؟ شور علي يا عم، شور علي. ترى الموت عندي أهون من إني أترك عرضي للصاطي دنسه يخسهو. اسمع يا ولدي، الشيخ غياث يريدي وحدة العرب، أريدك تزهم بالحال لعند الشيخ مطلق، تقول له يدنا بيده على الصاطي ورجاله. معك حق يا شيخ، وانت جسار تطمن على فرسك، ترى معادها حان. المهم خيتي الحين يا عم، خيتي من رخصتكم. الله معك يا ولد، السلام. شلونك يا جسار؟ زينة وجابك الهان. شوق يا ولد العم، قلبي نادي وما حد سامع الندى. هالقلب ما بيه غير القهر، ما هو بسامع غير صوت الثار. جسار أنا انتظرك لآخر العمر. لا يا بنت العم، ما أقدر أربطك معاي، إن القلب ما بيه غير الثار مصاطي. لجل هيك شوفي نصيبك يا بنت العم، ذراك حرة. يا عمة الشيخة، يا عم نمر، الحقوا الهير. ولدي ولدي، علامك يا ولدي، وش سابك؟ سليمة يبا،
مو هو وقت الهرج الحين. فوتوا على البيت، على البيت. الله يشفيه ويعافيه ان شاء الله. ان شاء الله. أقول يا شيخ متعب، حنا ودنا نظن هيك قاعدين بالفلا، لا ديرة ولا ناس ولا بيت. شو بدك نساوي يعني؟ أقول نستجير بديرة الشيخ غياث. الشيخ غياث؟ وانت ما لقيت إلا ديرة الشيخ غياث تستجير بيها؟ علامها ديرة الشيخ غياث، ديرة زينة حشمة منيعة، وانتم بينكم وبينه نسب، والرجل زين، ما ظن انه ما يقبل انه يجيرنا. معيوف سم طال عمرك. اكسر الهرج وخلك بحالك. الحمد لله على السلامة يا ولدي. الله يسلمك يا شيخ. نهير، ودي تعلمني منو اللي سوى بيك هيك، ولا تخبي علي. متعب يا شيخ، ولد الشيخ ماجد. انت متوكد يا ولدي؟ ايوه متوكد، ورداد مكثور الخير هو اللي ساعدني وجابني لهان. مكثور الخير يا النشمي. الله يسلمك يا شيخه. والحين يا شيخه ودي ترخصي لي، لزوم عاود عربنا وعلم الشيخ ماجد بالسالفه، وما ظنيت انه يسكت حتى لو كان متعب ولده، لأنه هو يدور عليه بعد. ودي تعلمه بعد إن ولده دخل النص عربنا وذبح دخيلنا أبو سعد. جسار، لأن عرفت مكان الساطح ورجاله، أنا ورجالي حاضرين لجل غزيه ودينا بديكم. هذا عشمنا بيك يا شيخ، تلاك ما تقصر. أقول يا شيخ، وشلون هالطويسة؟ وكاد إنها وضعت الحين. إي جابت مهر لكنه مات، وهذا نصيب. يا ولد حضر طويسة لصاحبها. ما قصرتوا يا شيخ، سلم عليكم. مع السلامة. مع السلامة. وليه قلت له هيك يا شيخ؟ وش ودك اياني اقول له؟ ودك اعطيه المهر بعد؟ لولا خايف العرب تقول عني انجن، لا اذبحه وهان برضه واخذ منه الطويسه. بعد ما شباها الادهم فرصه اصيله ما تجيب غير الاصايل. المال المال يا غزوان. اشم بكلامك ريحه الدم يا شيخ. غزوان ودي اياك بسالمة، الحقني. نمضي بوجه الريح والوعد قديا، واقول باكر ميرا لقداري صلفة. تاهت حكايتنا على كف ليا، وانا الغريب اللي شكا موت نصفة. قلبي شكا من ضربة سيوب وسهايا، وظهري غدا مطعون بالفين شلب. نخفى على الهجوسي ونعيش الأحلام،
ومن عيني ما انفنر حلا عيني ما انفنر. وهذه رسالة الشيخ أم عامر يا شيخ. والشيخ غياث بعد طلع يدور متعب وحالف يمين ما يعاود غير هو منيع. سلم عليكم. أبو معك يا سواد الوجه، ما ظل غير الشيخ غياث يسود وجهي عنده. سود الله وجهك يا متعب. وكاد يا شيخ المتعب ظن أن ذبح أبو السعد يموت ثاره، ما حد يعاود يطالب به، لكن ما حسب حساب الشيخ غياث وأن أبو سعد استجار به. شور علي يا سلطان. أي هو متعب خلى بيها شور يا شيخ. وينك يا نجوى؟ وينك يا ندى القلب؟ نجي الخاسي ريان، وش قاعد تسوي هان؟ الشيخ السيل أرسلنا لجا دورك. من هذول الرجال؟ مدري، وكاد انهم رجال الساطي، شفتهم جايين من ذاك الصوب. لا عاد الجود هناك. يلا يلا يا ريان. يعني اتونا خرد الديره ونعلم الشيخ ونحجر رجال. روح انت وانا ما اعود من غير الجود. عناد، الله وكيلك يا عمي، مثل ما قلت لك احاوره من هان يطلع من هان، احاوطه من هان يفل من هان، لين زنقته بلداوية. ومن زنقته سالته، قلت له ما تعرفها يا سعد؟ احكي، ما تعرفها؟ قال لا ما اعرفها ولا عمري لمحتها. واللي قال لك هذا الكلام؟ اي لا وش قال بعد؟ اسمعني يا عمي، قال انه ما هو من عوايد رجال يبحروا بالحريم بديرتهم. قلت له هي ناس؟ قال ايه وان الحريم اتلازم لمحرم. زين يا سعد، هذا عنا بالحفظ والصون وما حد يقدر يلتفت عليها. روح انت الحين، روح على امرك يا عمي. تسلم يا عمي، تسلم. ودك تظلي صافنة بالزاد هيك؟ اكلي. صحيح انت بنيت اهل الصاطي؟ ايه، مو باين؟ لا بس سمعتش تبكين، وكاد انك بنية وليكي قلب طيب، مو مثل هذول الرجال. انا عمتهم وشيختهم بعد، وانتي منيعة وكلها كم يوم تتزوجين ابوي الشيخ، الشيخ الفلة والعربان كلها. لو اذبح روحي بيدي ما يلمس طرف ثوبي، القلب ماله إلا اللي هواه. تهاويانا النجود؟ وما أخذ غيره. من يكون؟ خلصيني من هالعذاب يا نوف. أنا ما أقدر أسوي لك شيء، نصيبك ولزوم ترضين به. نصيبك لو تدارى عن نصيبك، يصيبك لو تحاول ما يصيبك، مقادير الزمن تمضي معانا، ومهما تبتعد لازم تجيبك.
ويرحل، تنادي وما تلاقي إلا غريبك، ولا لك غير ربك تشتكي لك، وادرب قسمتك وادرب غيبك. أيام تنثرني وتجمعني الأيام، والوقت مشاني على ما يريد، ريح وتمر الليل تطفي ضي القنديل، غيم يغطي السهيل غصن الغرام يميل، صاحبي مليت من كثرة لوهان، اللي تمر بالليالي العانيدة، أنا تحريت اللقاء عام في عام، مير الأماني في وصالك بعيد،